خلال أعمال فنية وتحف تعرض لأول مرة، مكن هذا المعرض الزوار من الإبحار في رحلة ذات سياق ثقافي. السيد مدير مختبر القيم والمجتمع والتنمية. قارة واحدة إضافة إلى أمريكا اللاتينية على اليسار، وأن هرقل مد رجليه. تنعقد هذه كل الندوه برحاب كليه الاداب والعلوم الانسانيه للبحث في قضيه اعتبرها بالنسبه لي شخصيا مفصليه في تاريخ العلاقات بين الضفه الشماليه والضفه الجنوبيه لهذه المكانه او المكان الذي نوجد فيه من هذه العالم، اقصد بذلك الضفه الشماليه الايبيريه والضفه الجنوبيه للمغرب. واعتقد ان الاهتمام بمثل هذه القضايا التي تبحث في المشترك، والمشترك هنا يتعدى ما هو فكري ثقافي لغوي الى ما هو تاريخي ضارب في القدم. وفرادات هذه الندوه هو انها تشتغل على هذا المشترك وتحاول البحث فيه من زوايا مختلفه وتقارب مقاربات مختلفه بين الاكاديمي والثقافي والفني. واعتقد ان الرهان الذي تسير عليه الجامعات المغربيه عموما وكليه الجامعات جامعه المنصور خصوصا هو تكريس هذه العناصر المشتركه بين الثقافتين، على اعتبار اننا جميعا نحيا باعتبارنا كائنات ثقافيه نتحرك شمالا وجنوبا، وعندما اقول جنوبا اقصد بذلك الصحراء المغربيه وما تلاها من الاقاليم والمناطق التي تشهد الكتابات والمخطوطات على وجود هذا التفاعل وهذا الاثر المشترك. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الندوه العلميه نظمها مختبر القيم والمجتمع والتنميه بكليه الاداب والعلوم الانسانيه باكادير، وموضوعها هو الارث المشترك بين ضفتي جبل طارق وامتداداته الثقافيه في غرب افريقيا. الهدف من هذه الندوه ابراز العلاقات التاريخيه والثقافيه بين المغرب والضفه الاخرى لجبل مضيق جبل طارق، وايضا رصد امتداداتها في غرب افريقيا. وقد شارك فيها باحثون من اسبانيا وباحثون ايضا من المغرب، ونتمنى ان شاء الله ان تخرج بنتائج هامه في هذا المجال. وشكرا.